سلطان عمان، سلطان قابوس، الله حياهم، الله حياهم. الحمد لله على عمان واجد واجد زين، الحمد لله. شقيقة شقيقة في القلب إن شاء الله. باكستان عمان الغافية لأخي المسلمين، باكستان وعمان شقيق الكبير وأخي المسلمين. أبو سلامة ركي هم باكستانيون كي طرف سي عمانيون كو بوت سلام. ما شاء الله كل اذا يقدر يجي مدينه جيلم انت رقم موجود من الأنهار الجميلة في وادي سوات. يعتبر وادي سوات من أفضل الأنهار في مينيكور. كثير من السواح يقصدوها في الفترة الحالية القادمة. يعني ما نعرف من وين يأتي لي، ولكن لمساحة كبيرة وهو خطير أيضا. أنا حاولنا نتسبح له، ولكن المشكلة قالوا لنا منعونا على أساس إنه يمكن غادي يوديك لمكان آخر. لذلك نحن مستمتعين متابعين معكم في الرحلة من المعالم السياحية الجميلة في وادي سوات. صراحه هم ما عندهم معرفه كثيره بالقهوه، ايوه، لكن ما شاء الله سيف الرواحي هو اللي قام بواجبه ودوره بصناعه القهوه العمانيه. يا سلام، وهو تشريف يعني لنا نحن في والله. الله يخليك يا بيجابل، كبا يقابل لي جالس. اهم شيء عجبتك القهوه؟ الحمد لله صراحه سحريه. اي واحد يعرف اي واحد؟ لا 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 Nice. Oh.
خالي على وين ما شاء الله كذا عدينا تقريبا الحين نص ساعة. ايوه وين؟ اماكن غريبة. تعرف وين رايحين الحين؟ وين؟ رايحين نقطف الخوخ. ما شاء الله. اي والله. على مسافة نص ساعة تقريبا نوصل هذه المزرعة الجميلة، مزرعة الخوخ. الخوخ يعتبر عندهم مصدر المعيشة لهم. ومصدر رزق لهم. بصراحة كميات كبيرة ومساحات كبيرة كلها الخوخ. زراعة الخوخ. صراحة نحن كفينا خالي كم كرتوخة بدنا نحن؟ نحن كم شلينا مجموعة؟ كفانا تقريبا في السكن وفي الغرفة موجود. يا سلام. كل يوم ريوقنا غدانا عشانا خوخ. الحين في رحلة إلى زيارة. تعرف هذا اليوم أتوقع عندنا اليوم تجمع الحقاق كلهم. اليوم تقريبا ذي الفترة واصلين بعد الحق تقريبا بعد شهر وصولهم قبل يومين أو ثلاثة أيام. اليوم عندهم تجمع كبير بحكم أن هذه المدينة اليوم بالتحديد أجازة أو كما يسمى the weekend today. يعني اليوم تجمع هناك راح يكون تجمع كبير وراح نحضر هذا التجمع ونشوف حقاقنا. مبارك لهم حق المقبول وذنب المقبول. هذا التجمع الكبير الناس كلها رايحة للتجمع الحجاج. اليوم عندهم مثل عيد هنا في هذه القرية الجميلة كوتا في وادي سواط. تجمع حجاجنا اليوم ورايحين نشاهد التجمع الكبير. السلام سنقا هالدي. الحمد لله. كيف حال؟ طيب الحمد لله. السلام عليكم. كيف الحال سيقا هالدي؟ والله يستقبلونا جزاهم الله خير. يستقبلونا يعني عرفون ان ضيوف المنطقة. السلام سيقا هالدي. ها دكتور هاو از وير؟ ها يو لوكين جريت يا ثانك يو ثانك يو. ما شاء الله. شوف بس عرفون ان ضيوف هالمنطقة والناس تستقبلنا يعني تجمع جميل. سنقا هالدي. السلام عليكم بابا. اهلا. الفايل الحمد لله. الفايل الحمد لله. حق المقبول وذنب المقبول ان شاء الله. الحمد لله. هذا العيش استقبال ضيوف وحقاق. ما شاء الله عيش برياني. برياني لحم. والله بشكل عام يعني حقيقة يعني عادات تقاليد جميلة في هذه المنطقة وحبيتها كثير.
جميلة إلى هذا تجربة جديدة أيوة رقم واحد تجربة جديدة في وادي صوات في معلم جبال واحد من أهم المعالم مثل ما ذكرنا قبل وراحين نشارككم ها خالي peaceful country in the world Pakistan Somalia if anyone come from Oman inshallah taala we will provide the car driver hotel guide everything we will provide and you are see here is no terrorists no talib no blast no weapon peaceful Swat Pakistan is the first peaceful country in the world here is no problem you see you spend here is a lot of time I think you spend 3 or 4 days in Pakistan ما شكلت ابدا يعني شوف الكلام اللي قال لي اللي قال لكم يعني نفس الكلام وقف الكلام بأمانة انا الحين في الحين اليوم الخامس انا في وادي صوات في باكستان كل كلام اللي قال فعلا والله يا جماعه الخير ما شفنا منهم الا الكرم والضيافه ولا يعني كل حد يرحبك في هذه المنطقه يعني لا زال يمكنك هاجس الخوف موجود اتوقع موجود معكم وانا كان ايضا من ضمنكم ان كان موجود لكن حبيت اعيش هالتجربه وبالفعل يعني فنادق موجوده وهي فنادق فاخره ايضا اسعار مخفضه يعني ما تتوقع هذه الاسعار اسعار مخفضه في متناول الجميع طبعا الامن والامان موجود شوف حتى نقاط التفتيش او نقاط الشرطه موجوده اذا احتجت منهم اي مساعده يخدموك ويرحبوا بك ايضا واذا عرف ايضا انك عربي او انك يعني سائح في هذه المنطقه يحطوك على عينه وعلى راسه يعني يحاولوا حتى ياخذوك ويشيلوك وين تريد تروح بالعكس يكون عندك درايفر وعندك سائق خاص هذه المنطقه زميلي وصديقي افتخار اليوم انا معه في جوله الى بحرين هذا ايضا واحده من المعالم السياحيه الموجوده في باكستان هذه من الفنادق ايضا الاخرى الموجوده في صوات وبالتحديد في بحرين الحين اتمشى في سوق منقورة زي الأمانة قررت اليوم كوني آخر يوم في هذه المدينة إن شاء الله متوجه إلى السلطنة الكل مستغرب من هاللبس واللي عاش في عمان واشتغل في عمان أكيد بيجي يسلم علي الحين اثنين وصلوا يسلموا علي عشان إنه معروفين بالزي شوف هذا شخص آخر يعني قاعد يسلم علينا خلاص قال لي يعني من عمان السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال؟ أخبارك؟ مثل ما خبرتكم يعني الرجال عارف إنه إحنا من عمان يعني يوقفونا كل ما أحد شافنا يوقفنا ويسلم علينا ويقدمنا دعوة ويقدمنا ضيافة وجزاهم الله خير إحنا الحين أنا سابع اليوم هنا في
في سابع يوم في باكستان والحمد لله والله تحظي أفتهم كرمونا فوق ما تتصور. نعم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طبعا هذه الأماكن كنا نحن نشجع أخواننا من سلطة عمان يجيوا إلى هذا المكان زيارة بيشوفوا حتى يرتاحوا ويستمتعوا بالأشجار وبالخضرة وبالمأكولات الطبيعية وبالأخوة الجميلين هذيلا يعني صراحة. لمن اسبنا كنا بل بغاره زنجي.